عشان كده النقطة اللي كريم قالها فكرة هنا لازم يكون في تقييم بعد يعني البطولة، احنا ما بنتكلمش دلوقتي، بعد ما البطولة تنتهي لازم يكون في إعادة تقييم ومحاسبة على الأخطاء اللي حصلت، لأن زي ما بقول لحضرتك دي ما هياش بطولة بسيطة ولا احنا منتخبات قليلة، ونتكلم عن أفريقيا، فيعني أعتقد ده شيء لابد منه. طيب كابتن همام، عايز أروح مع حضرتك لهنا بقى، نروح لصبحي وجاد وفكرة هنا حراس المرمى، لأن بعد إصابة أبو جبل برضو ناس كتير جدا متخوفة، الشناوي بعد كده أبو جبل، هو في حاجة معمولة ولا في حاجة ولا إيه؟ فيعني عايزين برضو نطمن من حضرتك على حراس المرمى، عندنا صبحي وجاد برضو أسامي محترمة جدا، بس هل في أي تخوفات مثلا؟ هو أنا عايز أقول برضك من ضمن الاختيارات اللي ربنا وفقنا فيها إن أنت خدت أربع حراس مرمى، صحيح، ودي بتحسب لعصام الحضري وبعض المحللين زي أحمد ناجي، يعني من ضمن المدربين الأكفاء اللي اشتغلوا مع المنتخب كان بينادوا من فترة طويلة جدا في بعض البرامج ان احنا لازم ناخد اربع حراس مرمى، والاربع حراس مرمى دول يبقى عندهم خبرات دولية وافريقية على اعلى مستوى. فالنهاردة انا بحيي طبعا عصام ومستر كروش على انك انت اخترت اربع حراس مرمى، الفرق اختارت ثلاث حراس مرمى في مباراة جزر القمر، الراجل لعيب لعب. أيوة. فدي من ضمن الحاجات اللي هم وقعوا فيها في الاختيار، لان ما حدش بيبقى متوقع بس يعني بالظبط ثلاث حراس مرمى، اتنين اتصابوا وواحد جاله كورونا، فاضطر يعمل ايه؟ لاعب لعيب في حاله منتخب.